تتبنى وزارة البلدية والبيئة خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها للتخلص منها حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية، وترتكز هذه الخطة على مشاركة قطاع الشركات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الشاملة 2030. وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية لقيامها بأعمال إعادة التدوير المتطورة للمخلفات الإنشائية بمطمر روضة راشد لإنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع الإنشائية بالدولة وفق المواصفات القياسية القطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. تهدف الاتفاقية إلى أولاً معالجة المخلفات الإنشائية وتحويلها إلى مواد صالحة للاستفادة منها في مشاريع البنى التحتية. ثانياً تنظيف المكب وتأهيله للاستفادة منها في أغراض أخرى خلال الفترة القادمة. ثالثاً عدم استخدام الموارد الطبيعية الركام والاحتفاظ به لفترات أطول. رابعاً المحافظة على صحة وسلامة المنطقة المحيطة لمكب روضة راشد. وبالتالي هذه الاتفاقية سوف يكون لها دور كبير في مساعدة الوزارة في تحقيق رؤية قطر 2030. تصل المساحة الإجمالية للمطمر إلى ما يزيد عن 7 ملايين متر مربع يتواجد بها مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018، وتنظيف المساحات التي تم معالجة النفايات المتواجدة بها أولاً بأول سنوياً لتكون جاهزة للتطوير في المستقبل. طبعاً يأتي توقيع العقد بين شركة قطر للمواد الأولية ووزارة البيئة نتاج التنسيق المستمر بين الجهتين. طبعا يعتبر المشروع نقلة نوعية راح يوفر المواد الأولية اللازمة للقطاع الإنشائي والقطاع الصناعي، وهو يصب في رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والإنشائي. وتنتج عمليات التدوير المشار إليها أكثر من 10 أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الأسفلت، باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سوف يتم إنشائها في المستقبل. علماً بأن هذا التعاون بين الوزارة والشركة سوف يكون له أثر إيجابي كبير على سلامة البيئة واستدامتها، ناهيك عن دوره في تعزيز وإمداد السوق المحلي بالمواد الأولية المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة.